السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عراقي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات، وحلقة جديدة ومغتربة في فرنسا وأولى مفاجآتها. بس طبعا قبل ما نتكلم عن المفاجآت وقبل ما نتكلم في أي حاجة، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حابب أشكر كل المتابعين اللي بيسألوا عليا في التعليقات، اللي بيتواصلوا معايا، اللي بيتواصلوا عن طريق طبعا الاتصال أو الواتس أو كده، بارك الله فيهم جميعا. ونخش بقى في موضوعنا، حتى اللي محتاج حاجه انا ما عنديش ادنى مشكله، بتواصل مع اي حد وانا تحت امركم في اي وقت. طبعا مدام هناء طلعت وبتطمن متابعينها بانها وصلت الامارات، وانا شايف ان وصولها للامارات ده متاخر شويه. المهم خلينا نخش في الموضوع قبل ما نقول بقى وصولها وانها ردت علينا او عرفتنا ان ده الموضوع ده متاخر شويه. احنا نتكلم ايه واحده واحده على حسب الحاجه اللي احنا كاتبينها عشان نطلع وننتقدها بما يرضي الله. وصلت مدام هناء لدبي، وطبعا عملت فيديو عشان بتطمن متابعينها اللي هي بتحبهم واللي هي بتدعي لهم، ودي حاجة كويسة منها ولفتة جميلة منها. بس يعني عايزين نقول ان هي دي اولى المفاجآت اللي عملتها لنا. حتة الصورة لو تفتكروا اللي انا كنت بتكلم معاكم عليها، الصورة اللي كانت حطاها دي لسه ما زلت انا مقتنع برأيي ان صورة فيك، وهي الهدف منها انها تحط علم الامارات وبس عشان تلفت الانتباه ان هي رايحة الامارات. خلي بالكم النقطه دي، سيبكم بقى من حته عريس وحته راح تتجوز وحاجات دي كلها، دي مش حقيقه. خلينا صراحه مع بعضيها، هي حطت الصوره دي علشان العجال اللي كان موجود، اللبس العربي او اللبس الاماراتي والعلم بتاع الامارات، عشان تلفت الانتباه ان هي رايحه الامارات. وزي ما قلنا الفيديو اللي فات ان هي قالت انها رايحه على فندق، وساعه ما قلت لكم دي وقعت بلسانها وقالت ان هي رايحه على الفندق، هي بفعل راحت هناك في فندق او زي سويت فندقي كده، راحت هناك وبتأكد الكلام اللي احنا بنقوله. وحتة نزولها على مصر بتقول لك يعني ايه، جت مفاجأة حتة السفرية وكده، وليه لينا تعليقات طبعا هنتكلم عنها كتير. المهم بتقول لك ان هي ما قالتش لحد ان هي جاية على مصر غير لاخواتها، اللي هي اخواتها البنات، يعتبر بنتين من اخواتها، ودي حاجة مهمة جدا جدا ان ما قالتش حتى لاخوها محمد. وبقول لك انها وقعت طبعا بلسانها، بتقول لك انا موجوده في الامارات بقالي كام يوم، ده شيء مهم جدا جدا. طب انت ليه خبيت على متابعينك يا مدام هناء؟ متابعينك بيبقوا عايزين يعرفوا عنك كل حاجه، ده برضو بياكد الحاجه اللي احنا دايما بنطلع وبنقولها، ان في فيديوهات كتيره بتبقى متسجله وبتبقى واضحه. خلينا صرحه مع بعضينا. كانت بتقول لك ايه، في برضو كلمه قالتها غريبه قوي لفتت انتباهي، يعني ايه كانت متاخدالي طيران، او في طياره كانت متاخدالي، او في طياره معينه مخصوصه كانت جايه لها، دي تلفت الانتباه، كان متاخد لي طياره ايه. طبعا انا مستني طبعا اجاباتكم في حاجه زي كده في العرض الاول او في التعليقات حتى، ان انتوا تعرفوني يعني ايه كانت متاخدالي طياره، يعني بيدل كده ان انت رايحه طيران خاص من بعد ما وصلتي لمثلا دبي في حاجة تاني خدتك، أو حاجة وصلت مطار أبو ظبي وخدك طيران داخلي لحد دبي. برضو في كلام مهم جدا جدا لازم يتقال، يعني إيه كانت متاخدة لي طيارة، تلفت الانتباه كتير. ومن وجهة نظري شايف إن في كلامها حتى في لخبطة، يعني إيه؟ يعني أنا شايف إن بمعنى أصح إيه، مفيش تنسيق حتى في كلامها، في توتر، في ارتباك، في حاجة يعني إيه غريبة شوية في طريقة الكلام بتاعت مدام هناء دي، تلفت الانتباه. زي برضو ما كانت عمالة بتدور على كلمة فجأة ومفاجأة، أنا الموضوع جالي فجأة ومفاجأة عادي تدور عليها وقت طويل، فصلت الفيديو ورجعت شغلته تاني علشان عايزة تعرف كلمة فجأة ومفاجأة اللي جات لها، مش قادرة تحضر الكلام في دماغها. برضو حتة إن عدد اخواتها، عدد يعني بتتكلم عن اخواتها فلانه وعلانه، طبعا مش هنذكر اي حد لان احنا بنحترمهم كلهم فمش هينفع نطلع ونتكلم عنهم. فطلعت قالت لك فلانه وعلانه، وقعدت تذكر في اسامي اخواتها وقالت لك ان هم سته، لكن قالت لك انا عرفت اتنين في اربعه ما يعرفوش. يا مدام هناء انت اتلخبطتي، انت حسبتي نفسك من اللي ما يعرفوش؟ يعني انت فاهم، كان المفروض تقول لي انا في اتنين عرفتهم في ثلاثه ما يعرفوش، فقالت لك اربعه. ففي توتر، في لخبطه في الكلام، في عدم تنسيق في الكلام، برضه حاجات مهمه جدا. ده بيدل ان ممكن ايه، في حاجة تانية هي شايلها لنا، أو بمعنى صح اللخبطة والوجع، مفيش مونتاج طبعا بيتعمل، خلي بالكم من الحاجة دي كلها. إيه تاني؟ حبت تبرأ أخوها بطريقة لذيذة كده، أو بتطلعه بشكل لطيف، إن هو ما كانش عنده علم بموضوع سفرك لدبي. ودي إن كنت أنا أشك معاكي في حاجة زي كده، أنت عارف أنا بحترمك كتير، بعزك كتير، بطلع بدافع عنك كتير، بس ممكن أطلع يعني لو لحاجة لفتت انتباهي أطلع أتكلم فيها. يعني أنا شايف أنت بتبرئي أخوكي، أو بتقولي للمتابعين إن هو ما كانش عنده علم،
مع انه هو عارف ان انت جاي على مصر ومجهز الشنط ومجهز مجهز اقول الشنط ايه مجهز الشقه ومجهز كل حاجه لاستقبالك. موضوع السفريه ده مش معقول هيجي فجاه كده، اكيد بيبقى في تنسيق، ويمكن انت ما رضيتيش تقول عشان ما يتقالش ان ده بيتفق معاهم، او ان انا قلتي بتفق مع اخواتي البنات برضو حاجه مهمه، وانت قلت هنطلع وهنعمل فيديوهات مع بعض وسكتشات مع بعض، فطبعا في حاجات كتيره مهمه. وبتقولي ان اخويا ما كانش يعرف اي حاجة عن سفري، دي تلفت الانتباه ازاي مادام هنا انت مسافرة ورايحة من دولة لدولة، وان اخوك ما يعرفش عن سفرك. انت بتقولي معرفة لاخواتك البنات، برضو اخوك اللي هو يعتبر الراجل محتاج ان هو يعرف مكانك فين، بتتحركي ازاي. وطبعا من الاخر زي ما انتوا عارفين ان مادام هناء ذكية جدا جدا، وخلينا صرحة مع بعض في النقطة دي، يعني ايه؟ يعني خافت تقول لاخوها من الاخر انا رايحة فين وجاية منين، على حسب كلامها. فده بيدل لو هي عملت كده وهي صادقه في كلامها، وانا دايما بصدقها في اي حاجه، لو هي عملت كده فده بيدل على ذكائها، ان خافت ان اخوها يطلع ويتكلم في اي حاجه ويقع بلسانه زي ما بيقولوا، ويقول لك اختي سافرت على الامارات، اختي عملت وسوت، فيطلع بقى ترند حاجه زي كده ويحرق المفاجاه اللي هي بتعملها. وقلت لك بعد ما هخلص دبي هطلع بعد كده على ابو ظبي، وفي واحده دعتني ومش واحده دعتني، احد المتابعين طبعا دعوها وكده. فده شيء مهم جدا جدا. هو يا مدام هنا ما انت بتتواصلي مع الناس، ما خايفه ليه بقى؟ انت قبل كده قلت لا انا بخاف وما بحبش ان انا اتواصل مع حد. انت في ناس بالفعل بتتواصلي معاهم وناس بيستدعوكي وبتروحي، فما تقلقيش من اي حاجه وسيبيها على الله. حاجه لفتت انتباهي طبعا، طلعتي واستعرضتي السويت الفندق اللي انت قاعده فيه، قعدت تقولي ده بيجي لي اكل لبناني واكل تركي والتلاجة مليانة بسم الله ما شاء الله من خيرات الله. طبعا طلعتي واستعرضتيها، وده شيء مهم جدا جدا، وقعدت تقولي ده في هدايا جايه لي ومش في هدايا جايه لي. انت لسه مش خايفه من الحسد؟ يعني خلينا، انت بتعرضي نفسك للحسد في حاجه زي كده، بتطلعي تقولي على واحد اتنين تلاته، وانا شايف ان ده خطا. اه انت بتستعرضي بكل حاجه، حقك ما فيهاش مشكله، بس ما ترجعيش بعد كده تندمي وترجعي تعيطي. خلينا صرحة مع بعض، ما ترجعيش تندمي وترجعي تقولي انا اتحسدت، وانت اللي بتعملي كل حاجه بنفسك، وده اللي بيعرضك للحسد. انت عايزه تعرفي متابعينك من حقك، لكن زي ما في الحلو في الوحش، زي ما في الصالح في الطالح، خلينا صرحة مع بعضينا. فربنا يسترها عليكي، مش هقدر اقول لك غير كده. اتكلمت ان في مفاجآت كتيره هتعمليها الايام اللي جايه، في اسره دعتني وعائله دعتني في ابو ظبي، وهتروحي وهتعملي. انا شايف ان في حاجات كتيره جميله جدا منتظرنا، المتابعين متابعينك اللي بيحبوكي وبيحترموكي طبعا منتظرين كل الحاجات دي كلها. وزي ما انت دعيت لهم ما تحاوليش انك تخبي عليهم كتير، يعني اطلعي لهم على طول، وربنا ييسر الحال. والحمد لله على السلامه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.